أناقة وجمال التزلج الفني على الجليد والعالم الغامض للخدع السحرية الغريبة والأداء الحركي المبدع ضمها عرض سحر على الجليد في آن معا ليشكل لحظات سحرية لا تنسى. أربع عشرة لوحة استعراضية منوعة على حلبة التزلج في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي رسمها 18 عارضا من أشهر المتزلجين على الجليد على مستوى العالم، ومنهم النجمة أوكسانا التي أبدعت برقصتها المذهلة بالأطواق والمعروفة عالميا. كنت أهوى التزلج على الجليد منذ الصغر، كما أنني أحب ألعاب الخفة وعروض السحر، ومع الوقت بدأت أفكر في طريقة تجمع بين الهوايتين للخروج بفن مبتكر وهو السحر على الجليد، وقد لاقى الأمر إعجاب الجميع، ونحاول دائما خلق طريقة يشعر بها الجمهور وكأنه جزء من العرض، ولدينا أمهر المتزلجين من أوروبا والولايات المتحدة. سحر على الجليد عرض لاقى استحسانا كبيرا في عالم الترفيه، ووصفته نيويورك بوست بأنه عرض مذهل يحبس الأنفاس. يمتاز الحدث هذا بعرض 18 عرض من دول عالم مختلفة، وأيضا بإخراج المخرج العظيم ستيف وولر، يمتاز بستين دقيقة من الإثارة، وذلك من خلال المؤثرات الصوتية والإضاءة والنارية والخدع الحركية. بناء على هذه المعطيات تم اختيار هذا البرنامج. الأزياء والموسيقى والإضاءة والمؤثرات الخاصة نقلت الجمهور إلى بيئة ساحرة من خلال العروض المنفردة أو الثنائيات البهلوانية أو حتى الفقرات التي قدمها أعضاء الفرقة كاملةً.